الرفيق بن سعيد أي تدر مناضل وقائد كبير في جيش التحرير، وساهم في معركة تحرير الوطن بحمله السلاح، وكان قائدا لجيش التحرير في الجنوب، وكان مستعدا لتحرير يعني الأقاليم الجنوبية حتى في سنة 56، وهذا الشيء كله يحسب له. وبعد ذلك رفيق بن سعيد ظل نموذجا في النضال من أجل بناء الديمقراطية في بلادنا، نموذجا للرجل الوطني المناضل الشام. وكان ظن بأن هذه الالتفاتة هذه أحسن أننا نلتفت للرجل وهو حي، عوض أن نكرمه بعدما يكون قد فات الأوان. يعني أنه الدولة العميقة هي تعرف يعني ما تفعل، ولكن يعني هذا التكريم اعترافا منها بعطاءة هذا الرجل المتميز. وكنظن بأن رفيق بن سعيد يعني يحترمه العدو قبل الصديق لثبات مواقفه ولإخلاصه لهذا الوطن ولتضحياته التي لا زالت مستمرة. ورفيق بن سعيد لا زال يعتبر بالنسبة لنا في الحزب الاشتراكي الموحد ولا داخل في دراية اليسار الديمقراطي كنموذج المناضل الشام الذي يجب أن نقتدي يعني بنضالاته وأن نسير على دربه، لأن دربه سيؤدي بمغربنا إلى الديمقراطية. لأن رفيق بن سعيد وهو عضو مجلس وطني لحزب الشراكي الموحد هو من بناة أرضيتنا المطالبة بملكية برلمانية، التي تطالب بملكية تسود وبحكومة تحكم وببرلمان يترجم الإرادة الشعبية إلى سيادة شعبية حقيقية. فيعني الرفيق بن سعيد نحن كحزب كرمناه عدة مرات وهو لا يحب التكريم، وأظن أنه يعني هذه المناسبة يجب أن نأخذها في حجمها. وهذه مناسبة ربما ليتعرف بعض المغاربة على هذا الهرم، هذا المناضل الشهم. ابدا رفيق بن سعيد مازال تيخلص في التريطات ديال البيت ديالو المتواضع الجميل، وكان كان كيقبل يعني بهذه المساومات، كان قبل من شحال هذه ويسكن في شي قصور، هو ضد هذا كل شيء هذه الامور، ولا يحب التكريم ولا يحب التوشيحات، لان كل ما قدمه هو ولا زال لوطنه هو قدمه يعني انطلاقا من قناعاته ومن تفانيه وحبه لهذا الوطن. واتمنى ان يكون حبه للوطن يعني معديا بهذا الشكل اللي ولينا كنلقاو غير الوصوليه والانتهازيه في صفوف اشباه السياسيين المتملقين. فرفيق بن سعيد لا ينحني، فهو رجل فخور ورجل غير نادم على كل ما قدمه من اجل هذا الوطن، ورجل يعني نفتخر به، وعلى الاجيال التي لا تعرفه ان ترفع راسها وتقول انا كذلك مغربيه كالرفيق بن سعيد المغربي الوطني الشجاع المناضل.